بعد توقف دام طويلا على مقاعد الدراسة، تنافس وتسابق بين التلاميذ وأوليائهم بكل فرحة للدخول إلى المدرسة باتباع بروتوكول صحي صارم حماية لتلاميذ ولاية غردية، والمقدر عددهم بأكثر من 51 ألف تلميذ والعينة من مدرسة 450 مسكن بواد نشو. تحسن المدرسة تاعنا ورانا فرحانين كما رجعونا المدرسة وداروا لنا التعقيم وداروا لنا الكمامات ونشكرهم جميعا. فرحان كي رانا اليوم دخلنا ليكول جديد وداروا لنا الكمامات والمعقمات وربي يحفظهم. دعوا ندخل ونشوف قسمي كيفاه داير. الحمد لله اللي داروا لنا المدرسة الجديدة هذه، الله يبارك ما شاء الله. كانوا يعانوا، كانوا يروحوا كاع من النقل ويتعبوا مساكين، الحمد لله داروا لهم هذه. جائحة كورونا وسبل الوقاية من الفيروس هو الدرس النموذجي الأول لتحسيس التلاميذ وتوعيتهم باتباع كل الإجراءات الوقائية بعد تسخير كل الوسائل اللازمة بالمدارس الابتدائية. الدخول المدرسي جرى في ظروف عادية، والإجراءات والبروتوكول الصحي التي نصت عليه وزارة الصحة بمشاركة وزارة التربية تم احترامه على مستوى كل مؤسسات الولاية. لتستفيد ولاية غردايه من 9 مجمعات دراسية ثانوية وأقسام توسيعية، وكذا ترميم أكثر من 80% من المدارس خدمة لتلاميذ الولاية.